السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائنا طلاب التعليم المدمج. معاكم دكتور مرجة رشوان. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض المحاضرة الثالثة والخاصة بالفصل الثالث في مقرر الاستراتيجيات التنافسية للنظم الإنتاجية. كنا تناولنا محاضرتين، النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة الثالثة، وده آخر لقاء ليا معاكم. بعد كده إن شاء الله دكتورة أمينة هتتكلم معاكم باقي الثلاث فصول. طيب نبدأ كده مع بعض إن شاء الله. الفصل الثالث بعنوان طبعا للتذكرة استراتيجيات تنافسية للنظم الإنتاجية كود 2402. أكيد بس من الصوت. تمام، كود 2402. تناولنا فصلين، الفصل الأول كان بيتكلم على ماهية النظام الإنتاجي وعلامية المنافسة الخاصة بالنظم الإنتاجية. الفصل الثاني في نهاية الفصل الأول كنا اتكلمنا على إن علشان خاطر نعرف ننافس، النظم الإنتاجية تعرف تنافس، لازم تقوم بإعداد استراتيجية، وعلشان تعد هذه الاستراتيجية للمنافسة لازم تدرس العوامل البيئية. وكنا اتكلمنا عن العوامل البيئية نوعين، داخلية وخارجية. خارجية تقع خارج سيطرة المنظمة، ما تقدرش تتحكم فيها. داخلية يمكن للمنظمة التحكم فيها. أنا بتناول معاكم بشرح العوامل البيئية الخارجية، وقلنا الخارجية نوعين، عوامل بيئية خارجية عامة وعوامل بيئية خارجية بيئة النشاط أو بيئة الصناعة أو البيئة التنافسية، وهي دي اللي احنا هناخدها النهاردة. تناولنا في الفصل اللي فات العوامل البيئية الخارجية العامة، والنهاردة إن شاء الله الفصل الثالث هنتناول تحليل البيئة التنافسية للنظم الإنتاجية، أي البيئة العوامل الخارجية الخاصة أو عوامل المنافسة. ليه بنسميها البيئة التنافسية؟ لأني بتكلم على عوامل البيئة الخاصة، يعني عوامل بيئة النشاط بتاعي. يعني لو أنا مصنع ملابس يبقى بتكلم على بيئة الملابس، بيئة صناعة الملابس، وبالتالي بتكلم عن نفسي وعن المنظمات اللي بتنافسني، فعشان كده سميناها البيئة التنافسية لأنها بيئة النشاط بتاعي. لو بتكلم على سيارات يبقى بيئة نشاط السيارات، لو بتكلم على تعليم يبقى بيئة نشاط التعليم، وهكذا. تمام، نبدأ كده مع بعض. احنا نتكلم زي ما احنا بنتكلم في عوامل بيئية خارجية خارج سيطرة المنظمة. مش معنى انها بيئه تنافسيه تبقى ممكن المنظمه تسيطر عليها، لا، برضه هي خارج تحكم المنظمه. اشرنا في الفصل السابق الى ان البيئه الخارجيه بتشمل مجموعتين من العوامل والمتغيرات المتداخله والمترابطه، والتي تلعب دورا اساسيا في تحديد الفرص او التهديدات التي تواجه المنظمه. البيئه الخارجيه العامه والبيئه التنافسيه. أخذنا البيئة الخارجية العامة خلاص، ونبدأ مع بعض في البيئة التنافسية. لكن الأول نعرف الفرق ما بين الاثنين. الفرق بين البيئة الخارجية العامة والبيئة التنافسية. هناك فروق جوهرية بين البيئة الخارجية العامة والبيئة التنافسية، ويمكن توضيح تلك الفروق على النحو التالي. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي على الفرق بين البيئة الخارجية العامة والبيئة الخارجية التنافسية. البيئة الخارجية العامة الجنرال انفايرمنت تؤثر على كافة المنظمات، سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو الخدمي. كل المنظمات بمختلف مجالاتها بتتأثر بعناصر البيئة الخارجية العامة. عناصر البيئة الخارجية العامة لا تخضع لسيطرة المنظمة، وبالتالي لا يمكن التحكم فيها. لا تخضع لسيطرة المنظمة، وبالتالي لا يمكن التحكم فيها. تتضمن البيئة الخارجية العامة مجموعة من العناصر، لعل أبرزها قلناها المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت: القوى الاقتصادية، التكنولوجية، القانونية أو الحكومية والتشريعية، الاجتماعية والثقافية والديموغرافية. بتؤثر العناصر والقوى المتعلقة بالبيئة الخارجية العامة على المنظمة إما إيجابياً فتصبح بمثابة فرصة لتحقيق أهداف المنظمة، أو سلباً فتصبح بمثابة تهديد
يعوق الوصول لأهداف المنظمة. زي ما اتفقنا العوامل الخارجية إما إنها فرصة بتسهل لتحقيق أهداف المنظمة أو بتعوقني في تحقيق أهدافي، فيبقى بتأثر عليا بشكل سلبي فتعتبر تهديد. البيئة التنافسية competitive environment بيطلق عليها أحياناً البيئة التشغيلية أو بيئة النشاط أو بيئة الصناعة، كلها مسميات لنفس المعنى. يبقى بيئة تنافسية، بيئة تشغيلية operating environment، بيئة نشاط، بيئة صناعة the industry environment، أياً كان المسمى فهو بيشير لنفس المعنى. بتتضمن البيئة التنافسية القوى التي تؤثر على المنظمة وغيرها من المنظمات التي تنتج منتجات متشابهة أو بديلة، مثل الممولين والموردين والمستهلكين والوسطاء والمنافسين. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا مجموعة من المنظمات كلنا بننتج نفس المنتج، يبقى بننتج منتجات إيه؟ متشابهة أو منتجات بديلة. يعني إيه منتج بديل؟ يعني بنشبع نفس الحاجة عند العميل، بنشبع نفس الحاجة عند العميل، لكن أنا يعني المنتج بتاعي غير المنتج ده، مختلفين في الشكل كمنتجات ولكن بنشبع نفس الحاجة، زي الفراخ واللحمة. الاثنين الفراخ حاجة واللحمة حاجة، لكن الاثنين بيشبعوا إيه؟ حاجة البروتين، الإنسان البروتين الحيواني، تمام؟ وهكذا الشاي والقهوة منتجين مختلفين ولكنهم بيشبعوا نفس الحاجة، بنسميها منتجات بديلة. بينافسوا بعض، بينافسوا بعض، لأن أنا كعميل لو ما لقيتش الفراخ هشتري لحمة، ولو لقيت اللحمة غالية هشتري فراخ، ولو لقيت الشاي مش موجود هبدله بالقهوة، وبالتالي بالبني يعني، وبالتالي المنتجات لازم أدرسها. مش معنى إن هي مش نفس المنتج بتاعي ولكنه بديل، العميل ممكن يسيبني ويروح يشتري، فلازم أدرسه برضه، بيأثر عليا. إحنا بقى كده مجموعة المنظمات اللي بننتج منتجات متشابهة أو بديلة، لينا بيئة معينة، لينا عوامل معينة بتأثر فينا، لينا مجموعة من القوى بتأثر فينا، بنسميها إيه؟ بنسميها البيئة التنافسية أو بيئة النشاط. هذه العوامل زي الممولين، الناس اللي بناخد منهم الفلوس عشان نمول بيها مشروعاتنا، الموردين اللي بيوردونا المواد الخام، المستهلكين بما إنهم واحد عملائنا هم بنتنافس عليهم، الوسطاء اللي بياخدوا مننا ويبيعوا للمستهلكين، المنافسين اللي بينافسونا، خلاص؟ فهم دول القوى بتاعة البيئة التنافسية. تؤثر القوى المتعلقة بالبيئة التنافسية بالسلب أو بالإيجاب. ما دام عنصر خارجي يبقى بيأثر يا إما بالسلب أو بالإيجاب، يعني بيكون يا إما تهديد يا إما فرصة. طب بيأثر على إيه بقى؟ بيأثر عليا بالسلب أو بالإيجاب في إيه؟ ممكن يأثر على حصة المنظمة في السوق، يقللها أو يزودها، ربحية المنظمة ونموها بالسلب أو بالإيجاب، مركزها التنافسي بيحسنه أو بيدهوره، قدرتها على جذب العملاء، قدرتها على جذب الكفاءات المتميزة. كل دي ممكن تتأثر بالعوامل البيئية بتاعة البيئة التنافسية. تاني، يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على الفرق ما بين البيئة العامة والبيئة الخاصة أو بيئة النشاط. البيئة العامة قلنا بتأثر على كل المجالات ولا تخضع طبعا لسيطرة المنظمة، وخدنا الأمثلة. البيئة التنافسية برضو لا تخضع لسيطرة المنظمة ولكن لا تؤثر على كل المجالات، بتأثر على مجالي فقط، بتأثر على بيئة نشاطي فقط. زي ايه؟ قلنا زي الموردين، المستهلكين، الوسطاء، الممولين، المنافسين. بتأثر عليا ازاي؟ بتأثر يا اما بالسلب او بالايجاب، بالسلب تبقى تهديد، بالايجاب تبقى فرصه. طب علشان اعمل تحليل لهذه البيئه، تحليل للبيئه التنافسيه زي ما عملنا في الفصل الثاني تحليل للبيئه العامه،
عايزين نعمل تحليل للبيئة التنفسية، برضو عندي مجموعة من الخطوات، 4 خطوات زي بالظبط الفصل الثاني، زي خطوات تحليل البيئة العمل. أول خطوة تحديد مفهوم الصناعة، أنت بتتكلم على بيئة الصناعة، ما هي صناعتك؟ لازم تحدد مفهوم الصناعة بتاعتك. وهنعرف يعني إيه الصناعة، هنعرف دلوقتي حالا ما نستعجلش. يبقى أول حاجة حدد مفهوم الصناعة. تاني حاجة تحديد الخصائص الاستراتيجية للصناعة. الخصائص الاستراتيجية للصناعة أو بنسميها العوامل الاستراتيجية للصناعة لازم تكون محددة وعارفها. ثالث خطوة تحديد المتغيرات الأساسية لبيئة الصناعة، البيئة التنافسية، وده فيه نموذج كده اسمه نموذج بورتر وهنشوفه دلوقتي إيه هي المتغيرات بتاعة بيئة الصناعة اللي بتأثر. آخر خطوة إعداد مصفوفة الوضع التنافسي، زي بالظبط مصفوفة تقييم العوامل الخارجية اللي ساعدتنا اتخاذ القرار ندخل في هذه الصناعة ولا لا في العوامل الخارجية العامة. هنعمل بالظبط كمان، هنستخدم برضو مصفوفة اسمها مصفوفة الوضع التنافسي تساعدني في اتخاذ القرار المخطط الاستراتيجي يقدر يختار بيه الاستراتيجية. هنبدأ نشوف هذه المتطلبات أو هذه الخطوات واحدة واحدة. زي ما قلنا أول متطلب معانا إننا نحدد مفهوم الصناعة. يعني إيه؟ يمكن تعريف الصناعة بأنها مجموعة الشركات التي تقوم بإشباع نفس الحاجة لنفس مجموعة العملاء في سوق أو أسواق المنتج حالياً ومستقبلاً. مجموعة شركات بتقوم بإشباع نفس الحاجة زي ما قلت كده، لأنه ممكن تكون منتج ومنتج تاني بديل ونشبع إيه؟ نفس الحاجة، نبقى كلنا في صناعة واحدة لنفس مجموعة العملاء في سوق أو أسواق المنتج حالياً ومستقبلاً. إحنا كده بنمثل الصناعة، مجموعة الشركات اللي بتعمل ده بتمثل الصناعة. في ضوء هذا التعريف بيتضح ضرورة تركيز المنظمات على المفهوم الواسع للصناعة والذي يهتم بحصر جميع المصادر الحالية والمرتقبة للمنافسة، وسيتم توضيح تلك المصادر على النحو التالي. يبقى بما إننا حددنا الشركات، نشوف بقى نحدد المصادر الخاصة بالمنافسة سواء كانت حالية أو مرتقبة. تلك المصادر بنحددها إزاي؟ نشوف. أول مصدر معانا فئات المنافسين الحاليين، الشركات اللي هي معانا في الصناعة. الشركات اللي هي معانا في الصناعة احنا بنقول انها حالية ومرتقبة. شركات معانا في الصناعة يعني منافسين لينا حاليين ومرتقبين، يبقى هما فئتين، فئات منافسين حاليين وفئات منافسين مرتقبين. تمام، نبدأ بالحاليين. كام نوع؟ 3. الشركات او النوع ألف، الشركات التي تقوم بإنتاج نفس المنتج بنفس السعر وبنفس مستوى التكنولوجيا ولنفس مجموعة العملاء اللي هم كوبي اند بيست، احنا زيهم وهم زينا. شركات بتقوم بإنتاج نفس المنتج بنفس السعر بنفس مستوى التكنولوجيا لنفس مجموعة العملاء، دول شركات المنافسة هنا عالية جدا، لأن العميل لو ما لقانيش هياخدهم على طول، إن احنا مش فارقين عن بعض أي حاجة. النوع الثاني منافسين الحاليين، شركات بتقوم بإنتاج نفس مجموعة المنتجات بغض النظر عن السعر أو مستويات التكنولوجيا المستخدمة. دول بقى مختلفين شوية، لأن ممكن بينتجوا نفس المنتج ولكن بجودة أعلى وسعر أعلى، أو بجودة أقل وسعر أقل. فدول بينافسوني برضو ولكن درجة المنافسة أقل، لأن أنا في مستوى وهم في مستوى تاني. لكن النوع الأول على نفس خط التنافس، خط المنافسة. النوع الثالث في المنافسين الحاليين، الشركات التي تقوم بإنتاج منتجات بديلة تؤدي نفس الوظيفة التي تقدمها منتجات الصناعة الحالية لعملائنا.
منتجات الصناعة لعملائها. شركات تقوم بإنتاج منتجات بديلة، زي ما قلنا مش نفس المنتج، منتجات بديلة تؤدي نفس الوظيفة التي تقدمها منتجات الصناعة لعملائها. لو خدنا بالنا من اللي مكتوب هنلاقيه إيه؟ تقوم. ليه؟ لأنهم منافسين حاليين، يعني فعلا شغالين وموجودين وبينتجوا. يبقى المنافسين الحاليين، فئات المنافسين الحاليين 3: منافس بينتج المنتج بتاعي بنفس سعري بنفس مستوى التكنولوجيا وبيقدمه لنفس العملاء، دول زي بالظبط. منافس بينتج المنتج بتاعي ولكن بمستوى مختلف للتكنولوجيا والسعر. منافس بينتج مش المنتج بتاعي، بينتج منتج بديل للمنتج بتاعي. يعني ايه منتج بديل؟ يعني بيشبع نفس حاجة العميل، بيشبع نفس حاجة العميل. دي فئات المنافسين الحاليين. فئات المنافسين المرتقبين، مرتقبين يعني مش موجودين دلوقتي، مش بينافسوني حاليا. لو احنا رجعنا كده زي ما قلت، تقوم حاجه في الفعل بنسميها الفعل المضارع، يعني في الوقت الحالي. لكن هنا المرتقبه يعني لسه احتمال ينافسوني. زي ايه؟ برضو 3 انواع. شركات قائمة بالفعل وتنوي الاستمرار في المنافسة داخل الصناعة. يعني شركات موجودة فعلا، مش ناشئة لسه، هي فعلا موجودة وشغالة، ولكن ناوية إنها تدخل في الصناعة بتاعتنا. ناوية إنها تدخل في الصناعة بتاعتنا. تمام؟ شركات ليس لها وجود، النوع الثاني، شركات ليس لها وجود حاليا في الصناعة، ولكن من المتوقع أن تتغلب على عوائق الدخول إليها. شركات ليس لها وجود حاليا في الصناعة، ولكن من المتوقع أن تتغلب على عوائق الدخول إليها. يعني الشركات اوريدي أنا شايفها في الأفق إن هي هتيجي تنافسني، ولكن في بعض العوائق قدامها، مجرد ما تتغلب على هذه العوائق هتدخل، فتعتبر منافس مرتقب. لسه بتنشئ، لسه بتدور على مثلا حاجة معينة، بتخلص إجراءات، بتخلص ورق، وهتدخل على طول تنافس. مجموعة الشركات والموردين، النوع الثالث، مجموعة الشركات والموردين الذين توجد لديهم احتمالات القيام بالتكامل الرأسي الأمامي أو الخلفي، علما بأن التكامل الرأسي للخلف يعني امتلاك مصادر المواد الخام، بينما التكامل الرأسي للأمام فهو يعني امتلاك منافذ التوزيع. يعني إيه؟ أنا كشركة أو كمنظمة عندي موردين باخد منهم مواد خام. المورد ده ممكن يقرر فجأة انه يفتح مصنع ويستخدم مواده الخام هو وينتج المنتج. يعني انا لو مصنع ملابس وباخد القماش من حد معين، بتاع القماش ده قرر انه يجيب مكانتين ثلاثه ويبدا يفتح ورشه ويبدا هو نفسه ينتج ملابس، فبقى منافس ليا. بعد ما كان مورد ليا بقى منافس. تمام؟ فعمل ايه ده؟ ده اسمه عمل تكامل رأسي للامام. هو مورد وراح واخد خطوه لقدام وانتج. وفي نفس الوقت انا بنتج الملابس وبديها لشركات توزيع توزع تبيع. شركات البيع دي قررت ان هي تنتج وتحط في منفذ البيع بتاعها او منفذ التوزيع بتاعها خط كده للمنتجات بتاعتها هي، فبقت منافس لي لانها انتجت ملابس كمان، فبقت منافس لي. عملت ايه منفذ التوزيع؟ عملت تكامل رأسي للخلف، تكامل رأسي للخلف، انتجت خلاص. فدول ما كانوش موجودين لكن مرتقبين، ان مورد يبقى منافس ليا او ان منفذ توزيع او شركه توزيع تبقى منافس ليا. يبقى اولا حددنا مفهوم الصناعه، تاني احنا بنعمل ايه عشان ما نتوهش من بعض، احنا بنشوف المتطلبات الاساسيه اللازمه لتحليل البيئه التنافسيه. قلنا اول حاجه حدد مفهوم الصناعه. قال لك الصناعه يعني ايه؟ يعني مجموعه الشركات اللي بتعمل زي بالظبط، اللي بتشتغل زي. يعني ايه بتشتغل زي؟ يعني بتقدم نفس الحاجه لنفس العملاء في نفس السوق، سواء حاليا او مستقبلا. حاليا ومستقبلا دي قسمتهم لنوعين، منافسين حاليين او مرتقبين. قلنا الحاليين 3 انواع، بينتجوا نفس المنتج لنفس العميل بنفس السعر بنفس مستوى الجوده، او بينتجوا نفس المنتج ولكن بسعر وجودة مختلفين.
او بينتجوا منتج بديل. فئات منافسين مرتقبين دول مش موجودين دلوقتي، امال ليه بينافسوني؟ ليه يعني شايفهم انهم منافسين؟ عشان هم احتمال ينافسوني، مستنيهم، هم داخلين، لو ما دخلوش بكره هيدخلوا بعد بكره، هينافسوني هينافسوني. دول مين؟ دول ثلاث انواع: شركات قائمه بالفعل موجوده بس في مجال تاني وناويه تدخل تنافسني في المجال بتاعي، شركات مش موجوده اصلا لسه ناشئه جديده مش موجوده في الصناعه خالص ولكن قدامها بعض العوائق تخلصها وتدخل تنافس، او اللي بيتعاملوا معايا موردين او منافس توزيع وبداوا ان هم ينافسوني بان هم عملوا خطوه للامام او للخلف وبداوا ان هم ينافسوني. يبقى الخطوه الاولى حددنا مفهوم الصناعه. الخطوه الثانيه عشان احلل بيئه النشاط، تحديد الخصائص الاستراتيجيه للصناعه. تحديد الخصائص الاستراتيجيه للصناعه. نقرا كده ونشوف. الاول يعني ايه؟ يعني ايه الخصائص الاستراتيجيه للصناعه؟ هي الخصائص التي تميز صناعه عن اخرى. خصائص تميز صناعه عن اخرى زي ايه؟ نوع المنافسه، هل تسود في هذه الصناعه منافسه احتكار مطلق أو احتكار كلة أو منافسة احتكارية أو منافسة كاملة؟ كل صناعة وليها نوع للمنافسة، هل هو احتكار ولا منافسة كاملة ولا دي أنواع المنافسة؟ إيه كمان؟ المرحلة التي تمر بها الصناعة في دورة حياتها، وهي إما صناعات في مرحلة الظهور أو صناعات في مرحلة النمو أو صناعات في مرحلة النضوج أو صناعات في مرحلة الانحدار. هل الصناعة دي لسه في بدايتها؟ ولا دي موجوده من الاول خالص وبتنمو، او موجوده وحاليا بتنمو اتعرفت خلاص وحجم اعمالها بيزيد، ولا دي في قمه النضج، ولا الصناعه دي خلاص بدات تندثر وطالع صناعات احدث وافضل؟ فدي برضو خصائص الصناعه. يبقى خصائص الصناعه نوع المنافسه شكلها ايه، احتكار ولا احتكار مطلق ولا احتكار قله. طبعا احتكار مطلق يعني واحد بس، زي مثلا صناعة الحديد في فترة معينة من الزمن في مصر كان احتكار مطلق، كان حد واحد بس اللي بينتج الحديد في مصر. احتكار كلة يعني اثنين ثلاثة اللي بينتجوه، ولا منافسة احتكارية يعني أكتر شوية من اثنين ثلاثة ولكن برضو ستيل احتكار، ولا منافسة كاملة يعني عندي شركات كتير جدا بتنتج المنتج وبالتالي ده في صالح العميل لأن السعر بيبقى قليل. نوع المنافسة بتاع صناعتك إيه؟ والمرحلة اللي بتمر بيها الصناعة، دورة حياتك. النوع الثالث من الخصائص العوامل الاساسيه اللازمه للنجاح في الصناعه، ده مهم قوي. بعد ما حددت من ضمن العوامل يعني حددت نوع المنافسه وحددت دوره حياتك، دوره حياه الصناعه بتاعتك هي في اي مرحله، لازم نعرف انا عشان انجح في الصناعه دي ايه العوامل الاساسيه اللي تعتبر عوامل حاكمه للنجاح. العوامل الاساسيه اللازمه للنجاح في الصناعه وهي محور صياغة الاستراتيجية التنافسية للمنظمة تتمثل أهم العوامل فيه. أعرف إيه العوامل، أنا دخلت في صناعة معينة لازم عوامل معينة أكون عارفها إني لازم أحطها في الاستراتيجية بتاعتي، لو تجاهلتها أنا عمري ما هنجح. زي إيه؟ جودة المنتج، لازم أعرف مستوى جودة المنتج في الصناعة دي عشان لازم جودة المنتج بتاعي ما تقلش عنه، يا زيه يا تزيد، عشان أعرف أنافس عشان أعرف أشتغل. يبقى مستوى جودة المنتج ده من عوامل النجاح. التطوير المستمر للمنتج ده من عوامل النجاح لأني بنافس والمنافسين دايما بيطوروا. التطوير المستمر للمنتج من عوامل النجاح. الصورة الذهنية الجيدة للمنظمة ومنتجاتها في السوق من عوامل النجاح. ممكن العميل بيشتري المنتج وهو لسه جديد تماما مش عارفه كويس، لا، لمجرد تنتجه الشركة ألف، والشركة ألف دي مرتبطة عنده ذهنيا بانها شركه كويسه وبتنتج منتجات كويسه. فلازم برضو من ضمن عوامل النجاح في الصناعه اني اركز على الصوره الذهنيه الجيده للمنظمه. سهوله الوصول لمصادر التوريد، هل مصادر التوريد متاحه وسهله الوصول اليها ولا هيكون في مشاكل ومعوقات؟
يبقى احنا بنتكلم في المتطلبات الأساسية اللازمة لتحليل البيئة التنافسية. حددنا مفهوم الصناعة أولا، ثانيا تحديد الخصائص الاستراتيجية للصناعة حددناها. كانوا كام خاصية استراتيجية؟ ثلاثة: نوع المنافسة، المرحلة اللي بتمر بيها الصناعة، والعوامل الأساسية اللازمة للنجاح في الصناعة. حددت الثلاثة دول أبقى خلصت الخطوة الثانية أو المتطلب الثاني لدراسة وتحليل بيئة النشاط. نيجي للخطوة أو المتطلب الثالث، تحديد المتغيرات الأساسية لبيئة الصناعة. تحديد المتغيرات الأساسية لبيئة الصناعة. عندي سبع متغيرات بيشكلوا بيئة الصناعة أو البيئة التنافسية عندي: الممولين، الموردين، المستهلكون والمشترون الصناعيون، دول اللي هم العملاء بتوعي سواء كان مستهلك أو مشتري صناعي، الوسطاء، الحكومة، القوى العاملة، المنافسون. هناخد واحدة واحدة. الممولون يمثلون بصفة رئيسية المساهمون مالك الأسهم بجانب دراسة مصادر التمويل الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها، وذلك خلال دراسة مصادر الائتمان مثل البنوك بكافة أنواعها وشروط كل منها فيما يتعلق بفوائد وآجال التمويل الممكن تقديمه. ده مهم إن أنا أدرسه طبعاً، مهم. هو في مشروع بيقوم من غير تمويل ما ينفعش، وبالتالي مهم جداً في بيئة النشاط إنك تدرس مصادر التمويل عندك. دول بيبقوا يا إما حقوق ملكية يا إما قروض. حقوق ملكية يعني ملاك ومساهمين، أو قروض بتاخدها من البنوك. فلازم تبقى عارف الجو ده أو العامل ده أو العنصر ده بالنسبة لك في المرحلة التالية وانت بتعمل الاستراتيجية، هيبقى عنصر تهديد ولا عنصر فرصة؟ هيبقى فرصة ولا تهديد؟ الموردون، المورد ده اللي بيجيب لي المادة الخام، اللي بيجيب لي المكونات، اللي بيجيب لي أي حاجة محتاجها عشان أشتغل. بتحتاج جميع المنظمات إلى نوعيات مختلفة من الموارد مثل المواد الخام، الطاقة، التكنولوجيا من أجل تصنيع منتجاتها أو تقديم خدماتها إلى الأسواق المستهدفة وضمان تحقيق النجاح. تمثل العلاقة بين المنظمة المشترية والموردون إحدى المحددات الهامة لنجاحها، حيث يمكن أن تحصل بعلاقاتها الحسنة معهم على ميزة لا تتوافر لدى الآخرين من منظمات الصناعة، وبالتالي تمثل فرصة تميزها عنهم. وقد يحدث العكس ويكون الموردون أحد مصادر التهديد للمنظمة والتي تعوق نموها بل وبقائها في السوق، وذلك لأن المنظمة تعتمد على الموردين ليس فقط في الحصول على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، بل على كل مدخلات المنظمة من معدات وقوى محركة وخدمات وتجهيزات. المورد بالنسبة للمنظمة زي المية والهواء بالظبط، يعني زي النفس. احنا كبني انت كبني ادم ما تقدرش تعيش من غير ما تتنفس ومن غير ما تشرب وتاكل. طيب كل ده اللي بيعمله المورد للمنظمه. لو المورد ده ما اداش المنظمه احتياجاتها من المواد الخام واي عناصر او مدخلات انتاج اخرى، هي مش هتشتغل، هي هتقفل. فده بالنسبه لها لازم تاخد بالها منه كويس جدا، لازم تحكمها بهذا المورد علاقات قويه جدا. ساعه ما ده يحصل المورد ده بالنسبة لها بيكون فرصة بيساعد. احنا قلنا يعني ايه فرصة؟ يعني اي عنصر بيساعد المنظمة على تحقيق اهدافها، فساعتها المورد هيكون بيساعد المنظمة انها تحقق اهدافها. والعكس لو ما عملتش كده، المورد بالنسبة لها هيكون احد المعوقات في تحقيق اهدافها. تمام؟ ان لو هي ما عملتش كده، المنافسين هيعملوا كده مع المورد، بالتالي المورد مش هيكون موالي او مش هيكون ولاء للمنظمة بتاعتي، وبالتالي هيمثل لي فرصة، مش هيمثل لي تهديد يعوق نمو المنظمة ويعوق تحقيقها لأهدافها ويأثر على كل مراحل الأداء الخاصة بها. تمام؟ ده الموردون.
المستهلكون او المشترون الصناعيون، احنا عارفين ان العملاء بيتقسموا لنوعين، اما مستهلك نهائي او مشتري صناعي. هم القطاع المستهدف الذين يستهلكون السلع والخدمات والتي تقدمها منظمات الصناعه. فقد تركز منظمه في صناعه الملابس الجاهزه على الشباب، في حين تركز منظمه اخرى على الاطفال او السيدات. وعلى المنظمة أن تجمع المعلومات الكافية عن المستهلكين الحاليين والمرتقبين حتى تستطيع أن تضع الاستراتيجيات التي تتناسب مع خصائص المستهلكين ورغباتهم وأماكن وجودهم. لما أدرس السوق بتاعي أنا برضو بعرف السوق ده بالنسبة لي هيبقى فرصة ولا تهديد. لو حسيت إن فتح لي سوق جديد أنا ممكن أخدمه، ممكن أقدم له منتج، فده بالنسبة لي يبقى فرصة والعكس. تمام؟ طيب لما بعرف خصائص العملاء ده بيساعدني في إيه؟ بيساعدني في اني اختار نوع الصناعه اللي اقدر انتمي ليها او انافس فيها، بيساعدني على اختيار الموقع اللي هفتح فيه، اختيار نوع التكنولوجيا اللي هستخدمها على اساس نوع المستهلك او نوع العميل اللي انا هقدمه. في تفاصيل في الجزئيه دي في الكتاب مش عايزاها. اختيار نوع الصناعه، اختيار الموقع، اختيار نوع التكنولوجيا، ده اللي بيساعدني او بيساعدني في تحديده اني اتعرف على خصائص العملاء. احنا كده اخدنا ايه؟ تناولنا العوامل اللي بتأثر او اللي بتشكل بيئة النشاط، اتكلمنا على الممولين، الموردين، المستهلكين او العملاء. ندخل في النقطة الرابعة وهم الوسطاء. مين هم الوسطاء؟ دي الناس اللي بتوزع، تجار الجملة وتجار التجزئة، الحلقة التوزيعية اللي بتربط بين المنتج والعميل. طب المنظمة تدرسهم ليه؟ طبعا تدرسهم لان هم وقدراتهم وخصائصهم بيأثروا في نجاحها. يجب على المنظمة دراسة قدراتهم وخصائصهم فيما يتعلق باماكن تواجدهم، شروط التعامل معهم من حيث الاسعار ونوعيات المنتجات والعلاقات التجارية وشروط التسليم وغيرها، لان كل ده بيأثر في علاقتها بعملائها، لان في النهاية العميل بيتعامل مع الموزع. الموزع لو عمل اي مشاكل العميل ما بيقولش دي مشاكل الموزع، بيقول على طول مشكلتي مع المنتج كذا، مع المنتج ده مش هشتري تاني، فالخساره صبت في المنتج. تمام؟ فلازم طبعا ادرس الوسطاء. يعني بمعنى اخر برضو الوسيط لو كان فرصه، يعني لو كان حاجه بالنسبه لي كويسه هيساعدني في تحقيق اهدافي، لو كان شروط التعامل معاه مش كويسة، خصائصهم مش كويسة، يبقى هيبقى بالنسبة لي هيكونوا تهديد، هيعوقوا تحقيق الأهداف. العنصر الخامس الحكومة. تلعب الحكومة دور حيوي في نشاط المنظمات، سواء من حيث القوانين والتشريعات التي تصدرها أو من حيث الدعم أو التسهيلات الممنوحة لها، مثلا مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، أو من خلال قيام منظمات تابعة للحكومة تقديم نفس السلعة أو الخدمة، أي دخول الحكومة كمنافس للقطاع الخاص كما حدث في قطاع النقل والمواصلات والاتصالات. هنا أنا بدرس الحكومة مش علشان القوانين والتشريعات اللي بتصدرها فقط. لو بتكلم عن القوانين والتشريعات اللي بتصدرها ده جزء، لكن هنا كمان لأن طبعا بتقدم دعم وتسهيلات معينة، لكن هنا كمان بدرسها كمنافس. إزاي كمنافس؟ لأن ممكن الحكومة تقدم منتج مدعم أو تقدم منتج نفس المنتج بتاعي من خلال مصالحها الحكومية فبتنافسني. تمام؟ لازم طبعا أحطها في الاعتبار إن عشان لما أجي أسعر المنتج بتاعي أكيد مش هزيد قوي عن المنتج الحكومي، زي كده المدارس الخاصة والمدارس الحكومية. القوى العاملة. يمثل العاملون وسوق العمل أحد القوى الموجودة في بيئة المنظمة الصناعية والتي ينبغي تقييمها بصفة دورية للتعرف على ما تخلقه من فرص وتهديدات. العمالة بتختلف باستمرار، و يعني المتطلبات اللي بتطلبها كل منظمة من العمالة بتاعتها بتتغير باستمرار، بتغير طبعا احتياجات العملاء، التكنولوجيا الموجودة. فأنا ممكن أكون كنت بستخدم تكنولوجيا معينة وبعدين غيرت التكنولوجيا فبقيت عايزة عمالة ليها دراية بتكنولوجيا تانية أو ليها مدربة بشكل تاني، فطبعا ده كله بيقصر. غياب العمالة المدربة في السوق المحلي يعتبر تهديد، توفر العمالة المدربة يعتبر فرصة. تمام؟ غياب العمالة المدربة يعتبر تهديد للمنظمات اللي بتنافس في السوق العالمي. أنا عايز استخدم تكنولوجيا عالمية لكن العمالة اللي عندي مش مدربة على هذه التكنولوجيا، فهستخدمها ازاي؟
وقد يمثل معدل دوران العمل وعدم قدرة المنظمة على المحافظة على العمالة المدربة نظرا لوجود منظمات تقدم شروط عمل أفضل التهديد الرئيسي الذي تعاني منه المنظمة. من ناحية أخرى، فإن زيادة العرض على الطلب عن الطلب العرض عن الطلب في سوق العمل بيمثل فرصة للمنظمات للحصول على عمالة رخيصة تؤدي تخفيض تكلفة إنتاج السلع والخدمات. يبقى سوق العمل، العمالة أو القوى العاملة، لما يكون ما عنديش عمالة مدربة موجودة في السوق ده يعتبر تهديد، أو لما بتكون قليلة وتكلفتها غالية تعتبر تهديد، لما بتكون متوفرة والعرض أكتر من الطلب بيعتبر فرصة. آخر حاجة، المنافسون هم مجموعة المنظمات المتقاربة في الحجم والإمكانات والتي تهدف إلى العمل في نفس السوق الذي السوق الذي تعمل فيه المنظمة، وتقدم نفس السلع وتخدم نفس قطاع العملاء التي تستهدفه المنظمة من نشاط التسويق، ويتوقف ما تحصل عليه المنظمة من حصة تسويقية على قوتها النسبية بالمقارنة بالمنافسين. وبصفة عامة، فإن نقاط ضعف المنافسين تمثل فرصة المنظمة، كما أن التهديد الذي تواجهه المنظمة هو نتيجة لما يتمتع به المنافسون. برضو المنظمة لازم تدرس المنافسين، المنافسين دول اللي بيقدموا نفس المنتج لنفس العميل. بتدرسهم ليه؟ لأن الفرصة بالنسبة لها هي تهديد بالنسبة لهم، والفرصة اللي بيتمتعوا بيها هم تهديد بالنسبة لها هي. عندنا بقى بورتر خد السبع عوامل دول وجمعهم في الشكل ده. في هذا الصدد أوضح ميشيل بورتر في كتاب استراتيجية المنافسة إن حالة المنافسة في أي صناعة تعتمد على خمس قوى تنافسية. يعني بورتر قال إن هم حب يعني يوضحهم أكتر أو يوضحهم بشكل أوضح في الشكل ده، اسمه نموذج بورتر للمنافسة. بورتر قال إن هم خمس عناصر بيشكلوا بيئة المنافسة: دخول المنافسين جدد، هنا المربع اللي في النص، المنافسة على مستوى الصناعة، المنافسة بين المنظمات الحالية. زي ما قلنا، لو نفتكر أنا عندي منافسين حاليين ومرتقبين، فالمنافسة على مستوى الصناعة اللي هم المنافسة الحالية، أو إن يبقى في مرتقبين دخول منافسين جدد، أو منافسين بيقدموا منتجات بديلة. يبقى التلاتة الرأسي دول بيتكلم على المنافسة، تمام؟ سواء كانوا منافسين جدد أو منافسين حاليين، أدي واحد اتنين، أو تلاتة منتجات بديلة، تلات قوى. القوة الرابعة، القوة التفاوضية للمشترين اللي هم المستهلكين أو العملاء. القوة الخامسة، القوة التفاوضية للموردين. بورتر قال إن بيئة التنافس أو بيئة التنافسية أو بيئة النشاط عبارة عن خمس عوامل، تلاتة لهم علاقة بالمنافسة، تلاتة لهم علاقة بالمنافسة، وهم منافسين جدد، منافسين حاليين، منتجات بديلة، واثنين كمان قوة التفاوضية للموردين اللي بيدوني المواد الخام، والقوة التفاوضية للعملاء أو للمشتري. هناخدهم واحدة واحدة. برضو التهديدات الناشئة عن وجود بديل للمنتج أو الخدمة، زي ما قلنا إن المنظمات اللي بتعمل في نفس الصناعة عندها تهديد من الصناعات الأخرى اللي بتقدم منتجات بديلة، بتقدم منتجات بديلة. كل ما التهديد ده زاد، ده كان أدعى إني أستثمر في البحوث والتطوير بتاعتي عشان أحاول أخفض أسعاري وأرفع الجودة علشان المنافس ما ياخدش المنتج البديل، سوري، العميل ما ياخدش المنتج البديل وياخد المنتج بتاعي. وجود السلع والخدمات البديلة بيحد من قدرة المنظمة على رفع الأسعار خوفا من تحول العملاء إلى تلك النوعية من السلع والخدمات، زي ما قلت في أول المحاضرة. لما اللحمة سعرها بيزيد، لما اللحوم تزيد، الناس بتتجه للدواجن، سلع بديلة، تمام؟ فدايما السلع البديلة بتخليني أنا كمنتج متقيد في رفع السعر. دايما دايما بلعب في حتة إني أخفض السعر وارفع الجودة عشان ما اقدرش ارفع الاسعار، لان لو رفعت السعر على طول العميل هيسيبني ويروح للمنتج البديل. القوة التفاوضية للمشترين، تزداد حدة المنافسة كلما زادت قوة العملاء المشتريين التفاوضية في مواجهة المنظمة. يعني انا كمنظمة ببيع لعملاء، العملاء دول اقوياء. بمعنى ايه اقوياء؟ لما يجوا يفاوضوني في السعر هما اللي بيكسبوا، انا هما اقوى مني. طب امتى بيكونوا هما الحدة المنافسة بتزيد امتى بقى؟ زيادة كمية المشتريات وتركيزها في أي عدد قليل من المشتريين، يبقى هما أقوى مني.
ده هم عدد قليل قوي بيشتروا اكبر حجم من المبيعات بتاعتي. يعني مثلا لو عندي 5 6 عملاء بيشتروا 80% من منتجاتي، يبقى دول الاقوى، هم كده اللي يقولوا حاضر تمام، هم اقوى. نمطيه المنتج وسهوله الحصول عليه من مصادر توريد اخرى. لما اكون بنتج منتج في زيه كتير جدا في السوق، ناس كتير بتقدمه، يبقى انا اللي قوي. فين القوه؟ هجيبها منين؟ ده انا مني كتير، فالقوه هنا برضو للمشترين. انخفاض هامش الربح المحقق للمشتري ومحاوله تخفيض تكاليفه بقدر الامكان. انخفاض هامش الربح المحقق للمشتري ومحاوله تخفيض تكاليفه بقدر الامكان. لما اكون بنتج منتج مش مهم قوي عند المشتري، مش مهم قوي عند المشتري، فبالتالي المشتري مش هيدفع فيه سعر عالي. تمام، اللي هي بنقول كده لما تيجي تشتري حاجه فبتقول ايه، اهي حاجه تقضي الغرض، فما بتجيبهاش بسعر عالي. فلازم اعرف ان انا لو بنتج منتج من النوعيه دي المشتري هيكون اقوى مني، فلازم ما عنديش السعر، اقلل التكاليف على قد ما اقدر. طيب القوة التفاوضية للموردين، امتى بقى الموردين يبقوا اقوى مني؟ تزداد المنافسة كلما زادت قوة الموردين التفاوضية في مواجهة المنظمة. ده امتى؟ لما يكون عندي في حالات معينة ارتفاع تكاليف المواد التي يتم توريدها. لما تكون المواد الخام تكلفتها عالية، أنا غصب عني بلبي طلبات المورد وبالتالي هو اقوى. وجود عدد قليل من الموردين يتحكمون في عملية التوريد، وكان هناك في المقابل عدد كبير من المشترين. يعني الموردين قليلين والمشترين كتير، فالقليل طبعا هو الأقوى، هو المتحكم. الطلب كتير والعرض قليل. انخفاض أهمية الصناعة التي يتم التوريد إليها في نشاط المورد. لما أكون أنا كمورد بخدم أو بقدم المادة الخام لأكثر من صناعة، منهم صناعه مش مهمه قوي، يعني لو قفلت معاها التعامل مش هفرق معايا، ساعتها يبقى المورد اقوى، يبقى المورد قوي. يبقى انا لو في الصناعه دي يبقى المورد اقوى مني. المنتج الذي يتم توريده فريد ومميز من عن غيره، يعني مش موجود غير عند المورد ده، فانا برضو مضطر اتعامل معاه، هو اقوى مني. عدم وجود بدائل للمواد التي يتم توريدها، نفس الفكره، مفيش بديل. يبقى هنا القوه التفاوضيه للموردين. التهديدات الناشئه عند دخول منافسين جدد، زي ما قلنا المنافسه مش بس منتجات بديله، ولا المنافسه منتجات حاليين وبس، ممكن كمان منتجات منافسين جدد محتمل ان هم يدخلوا وينافسونا، مستنيين فرصه للدخول في السوق. التهديد الاساسي من دخول منافسين جدد هو احتمال زياده العرض عن الطلب. لما يدخل منافس جديد هينتج منتج ويعرضه، فالعرض يزيد عن الطلب، فطبعا لازم السعر ايه؟ يقل، وبالتالي انخفاض الاسعار. في بعض الحالات نجد ان دخول منافسين جدد بيمثل فرص وليس تهديد. ازاي؟ فقد تدخل منظمه قويه قادره على جذب عدد اضافي من المستهلكين للصناعه ككل بما تقدمه من اعلانات وجهود بيعيه خاصه، خاصه اذا كانت منتجات الصناعه لا تحمل علامات تجاريه. بيبقى فرصه للمنظمه اللي داخله لو كانت قويه معاها فلوس، فتعمل اعلانات وتبدا بقى تلم كل العملاء من المنافسين اللي كانوا موجودين. ده تهديد، تهديد للموجودين وفرصه للي داخل. شكل المنافسه بين المنظمات اللي بتعمل في نفس المجال، اللي هي المنافسه الحاليه، وتشتد حالات المنافسه بين المنتجين الحاليين في الحالات التاليه: انخفاض معدلات نمو السوق، انخفاض درجه تمييز المنتجات وسهوله تحول المشترين من منتج لاخر، ارتفاع تكاليف الخروج من الصناعة عن البقاء والاستمرار فيها. أنا دلوقتي بتكلم عن المنافسين الحاليين، يعني اللي بيقدموا المنتج بالفعل، مش لسه مرتقبين، اللي بيقدموا نفس المنتج لنفس العملاء. إيه اللي بيخلي المنافسة ما بيننا حادة جدا؟ قال لك في بعض الحالات انخفاض معدلات نمو السوق، يعني المبيعات بتقل أصلا غصب عننا. النمو السوق بيقل، النمو بتاع السوق مش بيزيد. بالتالي الحصة السوقية محدودة، مش بتزيد، مش بتوسع. فاحنا المنافسه بقى احنا بناكل بعض علشان ناخد من نصيب بعض. فهنا انخفاض معدلات نمو السوق ده بيخلي المنافسه حاده جدا. فكل منظمه بتحاول انها تستفيد بقدر الامكان. لكن لو الاسواق بتنمو بمعدلات نمو مرتفعه يبقى في فرصه لان الكل يستفيد. لكن انا بقول هنا ان معدلات النمو منخفضه مش مرتفعه. فبتزيد حده المنافسه
وكل شركة بتحاول توسع في نشاطها علشان تحاول تخفض في أسعارها عشان تاخد من حصص المنافسين. إمتى كمان بتشتد المنافسة بين المنافسين الحاليين؟ لما بيكون عندي درجة تمييز المنتجات منخفضة، يعني المنتجات كلها شبه بعضها، فيمكن لأي منتج أن يجذب عملاء شركات منافسة أخرى من خلال إجراء تغييرات في عناصر المزيج التسويقي، لأن المنتجات كلها شبه بعضها. فالعميل هنا مش بيبص للمنتج بقى، لأن المنتج كله زي بعضه، مش ببص للمنتج، أبص للعناصر الأخرى. زي إيه؟ زي السعر، زي مستوى الجودة، زي الخدمة المقدمة. يعني قدامي منتجين بنفس السعر ونفس المستوى، بس يجي مثلا واحد فيهم يقول لي النقل علينا، النقل مجانا، اروح رايحه ده لمجرد الخدمه المقدمه. فهنا المنافسه بتشد، لاني ما بقتش منافسه في المنتج، دي منافسه في الخدمات المقدمه، لان كل المنتجات شبه بعض. امتى كمان المنافسه بتحتد؟ في حاله ارتفاع تكاليف الخروج من الصناعه عن البقاء والاستمرار فيها. كلما زادت عوائق الخروج من الصناعه، زاد الدافع لدى الشركات لكي تبقى وتنافس في الصناعه، حتى ولو انخفضت ربحيتها او حققت خسائر، وذلك حتى تتجنب الخروج من الصناعه وتحمل خسائر عاليه، الامر الذي ينعكس على زياده حده النفس. في بعض الحالات بيبقى الخروج من الصناعه صعب، فغصب عني لازم استمر، وعشان استمر لازم انافس، وعشان انافس لازم اعمل حاجات معينه ممكن تكون بالنسبه لي صعبه. فهنا بتبقى حده المنافسه عاليه جدا. اخر خطوه او اخر متطلب، اعداد مصفوفه الوضع التنافسي. بعملها ليه؟ ما هي الاسباب المبررات التي تدفع المنظمه لاعداد هذه المصفوفه؟ للتعرف على المنافسين الرئيسيين للمنظمه من حيث نقاط القوه والضعف الخاصه بكل منافس، مقارنه الموقف التنافسي لمنظمه معينه بغيرها من المنظمات الرئيسيه المنافسه لها. يبقى انا بعمل المصفوفه دي علشان اعرف المنافسين بتوعي وضعهم ايه؟ اقوياء في ايه وضعفاء في ايه؟ وعشان كمان اعرف انا موقفي التنافسي بالنسبه لهم ايه؟ طب بعملها ازاي؟ يبقى احنا كده عرفنا اسبابها. ليه بقى؟ ايه الخطوات بتاعتها؟ برضو الخطوات بتبان من الشكل ده. اول حاجه مجموعه من الاعمده في المصفوف. اول عمود عوامل النجاح الاساسيه في الصناعه. يتم ترتيب عوامل النجاح عند كل منافس لتحديد ما اذا كانت تلك العوامل تمثل المنافس نقطه قوه ولا نقطه ضعف. يتم ترتيب عوامل النجاح من 1 لـ 4. يبقى اول حاجه هحط العوامل وحط الوزن النسبي، برضو لازم يكون مجموعهم واحد، زي الفصل اللي فات لما اتكلمنا، بنحط عوامل النجاح بتاعه كل صناعه ونعمل وزن نسبي لكل عامل، وفي النهايه مجموعهم بيكون ايه؟ 1. بعدين اعمل ترتيب. الاحظ بس هنا ان هي اسمها وضع تنافسي، يعني انا والمنافسين بتوعي، فباخد المنافسين اللي يهموني 1، 2، 3 ايا كان، وانا الشركه محل الدراسه طبعا، واخدت 2 من المنافسين الاول والثاني، واعمل هذه العوامل خلاص بتاعتنا، اعمل ترتيب. بالنسبه لي انا العوامل دي بعضها نقاط قوه وبعضها نقاط ضعف. خلاص؟ نفس الفكره بالنسبه للمنافسين التانيين. بالنسبه لي نقاط القوه هعمل لها ترتيب 1 و2. 1 نقطه نقاط الضعف. 1 نقطه ضعف اساسيه، 2 نقطه ضعف ثانويه. نقاط القوه اديها ترتيب 3 و4، برضو 3 اساسيه ثانويه 4 اساسيه. خلاص؟ وبعدين نفس الحكايه للمنافسين، اشوف ترتيب نقاط القوه عندهم، وبعدين نضرب الخانتين في بعض، الوزن في الترتيب، الوزن في الترتيب، هطلع مجموع ليا ومجموع للمنافس الاول ومجموع للمنافس الثاني، وابدا اقارن المجاميع اللي طلعت. المنافس الاقوى هو اللي هيحصل على اعلى وزن كل مرجح، والمنافس الاضعف هو اللي هيحصل على اقل وزن كل مرجح. يا رب تكون واضحه. نفس الفكره بتاعه العوامل الخارجيه العامه، اجيب عوامل النجاح واعمل لها وزن واعمل ترتيب ليا وللمنافسين التانيين، وبعدين نطلع المجموع ونقارن مجاميعنا ببعض. الاول كنا بنقارن المجاميع بدرجه معينه لان بتعمل لوحدي، لكن انا بقارن بقى مجموعي بمجموع المنافسين. الاكبر فينا اكيد هو الاقوى، والاقل فينا هو الاضعف. كده احنا عملنا ايه؟ احنا حللنا عناصر بيئه النشاط، عناصر بيئه النشاط من خلال 4 متطلبات. اول حاجه حددنا مفهوم الصناعه، حددنا الخصائص الاستراتيجيه للصناعه،
حددنا المتغيرات الأساسية لبيئة الصناعة وعملنا مصفوفة الوضع التنافسي. كده أنا خلصت الفصل الثالث. نبص كده بسرعة على، أخذنا بعض المفاهيم مصطلحات البيئة التنافسية إيه هي. يطلق عليها أحيانا البيئة التشغيلية أو بيئة النشاط أو بيئة الصناعة، تتضمن القوى التي تؤثر على المنظمة وغيرها من المنظمات التي تنتج منتجات متشابهة. مفهوم الصناعة هي عبارة عن مجموعة الشركات التي تقوم بإشباع نفس الحاجة لنفس مجموعة العملاء في سوق أو أسواق المنتج حاليا ومستقبلا. القوة التنافسية في الصناعة زي إيه قلنا؟ زي التهديدات الناشئة عن وجود بديل للمنتج، أو القوة التفاوضية للمشترين، القوة التفاوضية للموردين، التهديدات الناشئة عن دخول منافسين جدد أو منظمات تعمل في نفس المجال. وده نموذج بورتر. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. كده احنا خلصنا الفصل الثالث. خلصت الجزء الخاص بي في هذا المقرر، الثلاث فصول الاولى. اخذنا اول فصل كان بيتكلم على النظم الانتاجيه والمنافسه العالميه. الفصل الثاني كان بيتكلم على بيئه، عناصر البيئه الخارجيه العامه. والفصل الثالث كان عناصر بيئه النشاط. شكرا لحسن استماعكم، واشوفكم ان شاء الله على خير وبالتوفيق، وكل سنه وحضراتكم بخير. شكرا ليكم. كانت معاكم دكتور مربط رشوان، المدرس بقسم اداره الاعمال كليه التجاره جامعه القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.